بيكم النهاردة في حلقة جديدة من حلقاتنا. النهاردة هنتكلم عن الفنانة الجميلة الشاطرة في شغلها، الفنانة نرمين الفقي. بس قبل ما نتكلم عنها، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب علشان يوصلكوا كل جديد ان شاء الله. ما تنسوش كمان تفعلوا زر الجرس علشان اي حاجة جديدة توصلكوا انتوا قبل اي حد. اولا بحب اشكر متابعيني علشان الحمد لله كل يوم القناة في تقدم وبتكبر بيكو ان شاء الله. الفنانة نرمين الفقي هي من مواليد محافظة الاسكندرية، وتخرجت من كلية التجارة جامعة الاسكندرية، وتعتبر جامعة الاسكندرية من اكبر الجامعات في مصر والوطن العربي. نرمين الفقي بعد كده اتجهت للاعلانات، وشافها بعض المنتجين وشافها ان هي مميزة جدا ان هي تقدم اعلانات، وده بسبب شكلها الجذاب وكمان ان هي جسمها وعودها حلو جدا، فحبوا ان هي تعمل معاهم اعلانات. في الوقت ده بدأت تعمل مجموعة من الاعلانات، شافها منتجين وبدأت تخوض تجارب سينمائية، وجسدت ادوار كتيرة جدا في مسلسلات كتيرة، ومنها مسلسل حياة الجوهري. مسلسل حياة الجوهري كان علامة مميزة جدا في حياة نرمين الفقي. نرمين الفقي ابتعدت فترة كبيرة عن التمثيل، وبعد كده رجعت ورجعت متألقة جدا. بالرغم من الفنانة نرمين الفقي بتبلغ من العمر اكتر من 46 عام، الا انها مازالت متألقة. نرمين الفقي لم تتزوج حتى الآن، ومن فترة صغيرة نزلت بوست على الأكاونت بتاعها بتقول فيه Who is love of your life، يعني إيه هو حب حياتك أو مين هو حب حياتك. طبعا انهالت عليها التعليقات، والناس بدأوا يتكلموا فيها كلام حلو جدا، زي مثلا لما حد قال لها خطفتي القلوب والعيون ربنا يسعدك، وناس كتيرة اتكلمتها بشكل جميل جدا، لأن هي فعلا فنانة جميلة، وأجازتها التمثيلية دي كلها لم تؤثر على ملامحها ولا على جمالها ولا على شكلها الجذاب. نرمين الفقي طلع عليها إشاعات كتيرة جدا إن هي تزوجت، من ضمن الإشاعات دي إن هي تزوجت من فنانين عدة، زي الفنان فاروق الفيشاوي الله يرحمه، والفنان كمال أبو ريا، وكثير من الفنانين اللي طلعت إشاعة عليهم إن هم تزوجوا من نرمين الفقي. الحقيقة كمان من ضمن الإشاعات اللي طلعت إن الفنانة نرمين الفقي راحت بعد وفاة فاروق الفيشاوي لمنزله، وقابلتها الخادمة ورفضت زوجته السابقة سمية الألفي ان هي تقابلها تماما، وقالت كمان ان هي مش موجودة، وكمان بعتت مع الخادمة قالت لها انت كنت فين لما فاروق كان عايش. خرجت الفنانة سمية الألفي فترة كبيرة تقول ان الفنانة او ان بعض الفنانات كانت علاقتهم بالفنان فاروق الفيشاوي علاقة جسدية فقط، وكانت تشير الى الفنانة نرمين الفقي، ولكنها لم تصرح باسمها. وتداولت الاخبار بعد كده، وزي ما احنا فاهمين ان الوسط الفني ما بتخرجش منه حاجة الا ولو كان لها اصل معين. خرجت بعد كده الفنانة نرمين الفقي تنفي تماما خبر ارتباطها بفاروق الفيشاوي او ان هي كانت على علاقة به، كمان نفت علاقتها بالفنان كمال ابو ريا تماما. ولما سألها احد الاعلاميين الفترة الماضية عن لماذا لم تتزوج حتى الان، اجابت ان هي ان ربنا ما بيديش كل حاجة، وان هي خدت كتير في حياتها، وان ربنا اداها الشهرة واداها الاهل الكويسين والعيلة المتعاونة الكويسة، ولكن ربنا لم يرزقها بزوج او اطفال. ولما اتسألت اذا كانت ندمانة على حد تقدم لها او لا، وقالت ان هي ندمانة على اتنين من اللي تقدموا لها، ولكنها بتحمد ربنا في النهاية ان هي تعلمت كويس ويعني قضت حياتها بشكل جميل، وان ربنا اعطاها المال والعيلة والجمال وكمان التعليم. الفنانة نرمين الفقي بدأت في الفترة الماضية تجتهد أكتر وأكتر، وبدأت تظهر إعلاميا وفنيا بشكل كبير، ومن آخر المسلسلات اللي عملتها
أبو العروسة اللي اتعرض منذ عامين تقريبا وتألقت الحقيقة بيه وكانت محط أنظار الجميع. أتمنى تكون الحلقة عجبتكم، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب علشان يوصلكوا كل جديد، كمان فعلوا زر الجرس علشان أي حاجة توصلكوا أنتوا قبل أي حد. شكرا جزيلا للناس اللي دعموني، شكرا جزيلا للناس اللي بيقولوا كلام حلو في الكومنتات، و أتمنى أن احنا نستمر مع بعض إن شاء الله. كانت معاكم داليا ونستمر بإذن الله طويلا. شكرا جزيلا، سلام عليكم.